ناس كتير بتخاف من الشيخوخة وأنا أولهم، مع إنها مرحلة كده كده لازم نعدي بيها، لكن في عوامل بتبطئ ظهورها زي الرياضة والفيتامينات والأكل الصحي والنوم كويس وبعض الكريمات والمية. المية هي العنصر الرئيسي في جسمنا وليها دور فعال في تأخير ظهور الشيخوخة، لأنها بتحافظ على البشرة ناعمة ورطبة وتجاعتها أقل وبتشد أنسجة الجلد وبتديله الحيوية. لكن في ناس كتير ما بتحبش تشرب مية، وعشان كده احنا ممكن نحط الفاكهة اللي بنحبها في المية، وبكده يبقى غيرنا طعمها واستفدنا في فايدتها وفايدة الفاكهة اللي فيها. اشربوا مية على طول وخلوها عادة، وانتوا اللي هتكرروا يتأجلوا يتعجلوا ظهور الشيخوخة.